طق الطق مفردة عراقية لها جذر سومري وبعد عراقي شعبي، تحول من مفهوم إلى واجهة شعبية ينضد العراقيون عليها أفكار غربتهم المشتتة. عام 2006 تأسس عمود طق بطق في مدينة سيدني، وهي فكرة الحقيقة محاولة لإعادة إحياء الصحافة الشعبية بالمنفى، ومحاولة لخلق بيئة عراقية خارج العراق. العمود نجح لأنه هاي البيئة مالته، هاي الأجواء مالته، المقهى، حكايات الناس، مشاكلهم، علاقتهم بالعراق، كل هذه الأمور أنا تناولتها بالعمود وحاولت أنه أتقرب بها للناس. فكرة بسيطة تحولت إلى مشروع صحفي أعاد إنتاج شخصية أبو قاطع، أحد أبرز رموز الكتابة الشعبية العراقية، تناولها المؤلفون وإعلاميو العراق. في خمسينيات القرن الماضي ألفنا في الصحافة العراقية بابا صحفيا يدعى بصراحة أبو قاطع لكاتبه شمران الياسري. في أستراليا أيضا لدينا من خلال صحيفة العراقية بابا شعبيا للكاتب الصحفي والشاعر أحمد الياسري بعنوان طق بطق. أننا ككتاب أطلقنا على أحمد الياسري شمران الياسري لأنه عاد هذه التجربة ولكن بشكل فريد ومرموق وبخصوصية عراقية لا سيما في بلاد المهجر. هي بصراحة الفكرة مالتي كانت مال طق بطق، هي بلا شوري هي شقب ترقي، يعني أنا مسوي شو بالآشوري، فهو شاف الموضوع عجب الموضوع أخذه وسوى طق بطق، بس شغله كلش حلو بصراحة، والشعب هنا هو يحبه لأنه أسلوبه يعني نايس كلش حلو. المفردة الشعبية تملك القدرة على تشكيل واقع بيئي عراقي في المنفى.